السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، الكثير من الناس يتساءل بالنسبة لمربو الطيور المبتدئين اللي تعتمدوا على تربية الدواجن فوق سطح البيت، يكتنفهم بعض الغموض وما تعرفوش كيفاش أنهم يعملوا واحد المكان مخصص للبيض أو لوضع الدجاجة في البيض. والآن غادي نوريكم أيها الإخوة الكرام طريقة بسيطة قد اعتمدتها في ذلك. ستلاحظوا معايا في هذا المكان الجانبي هناك سطل به بيضة. هذا سطل عادي وخاص بالصباغة. بالصباغة إلا ستلاحظوا أننا وضعناها في شكله الأفقي، وضعنا فيه واحد الخش أو النشارة، وكاين اللي يمكن أنه يدير أنه التبن. ستلاحظوا أنه تم وضع البيضة، وسوف نقوم إن شاء الله بحملها من مكانها والاحتفاظ بها إلى غاية رغبة الدجاجة في الرجون. أنا غادي نحاول طب الإخوان، قمنا بحمل البيضة في انتظار بيض جديد إن شاء الله، والله الموفق. هذه طريقة لوضع صندوق به سطل أو دلو على شكل الأفقي، ويوجد بداخله نشارة يستعمل في وضع الدجاجة لبيضها. أنتم تلاحظوا إخواني الكرام كيف يتم استعمال هذا السطل. فهناك الدجاجة نعم ولجت إلى مكانها، وستقوم إن شاء الله بوضع بيضة إن شاء الله، والله الموفق.